يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. في هذه الدنيا وبعث ثاني. Thank you.
The Japanese people heard their emperor's voice for the first time. The language of his radio broadcast was stilted and archaic, courtly Japanese. وابعث انساني يا عين فيض الله والعرفان يسعى اليك الخلق كالظمان الحسن والاحسان نورت وجه البر وابعث انساني.